معناته انت لسه ما بتعرف اللي بدي ابوه. يعني ما الله انا بدور عليهم دواره هدول. شو بيطلع منا؟ اخرتها الروح بدها تطلع. بهذه الكلمات وغيرها من التفاصيل التي رسمت شخصية الأبضاي ابن الحارة الشامية، تمكن ناجي جبر من حفر معالم الشخصيات التي جسدها في ذاكرة الأجيال من محبيه على امتداد سوريا والوطن العربي. خلصت محكوميتي، لكن بودي أبقى بين أخوتي وأصدقائي، لكن بوعدكم والوعد دين بأنني سوف أعمل مشكل إله أول ما له آخر بالحياة المدنية حتى أعود إليكم. أبصر ناجي جبر النور في 9 من شهر شباط من عام 1940 في دمشق، والتحق بنقابة الفنانين في عام 1972 وبدأ مسيرته في المسرح القومي والعسكري في سوريا. اشتهر بدور أبو عنتر، الشخصية التي جسدها في مسلسلات تحفظها الذاكرة الفنية مثل صح النوم، حمام الهنا، إلى جانب نجوم الكوميديا السورية القديرين دريد لحام ونهاد قلعي. ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها أيضاً وادي المسك ومقالب غوار وأولاد بلدي والرهان، الخوالي، أيام شامية، أبو المفهومية، بيت جدي، أولاد القيمرية، وغزلان في غابة الذئاب. كما شهدت خشبة المسرح الحضور المميز لناجي جابر في عدة أعمال، منها مسرح الشوك ومغامرة رأس المملوك جابر. شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها غرام في اسطنبول وإمبراطورية غوار إلى جانب دريد لحام. هلا شو النشيد؟ كلمة رنانة من هون، كلمة هدارة من هون، بيتزبطوا بيترتبوا بيصيروا نشيد. بعدين أرجيني أي كلمة مو طنانة مو رنانة لأعطيك عوضة فوراً. في 30 من شهر آذار من عام 2009 غيب الموت الفنان القدير ناجي جبر بعد صراع مع المرض، ليطوي الفن صفحة أخرى من أوراق الزمن الجميل، ويغيب عنا جسداً ويبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال من محبيه على امتداد سوريا والعالم عبر شخصيات وأدوار لا يجيد تشكيلها إلا إبداع الكبير ناجي جبر. عاشتك يا بطل. أنت روحي. عاشتك. هلي غوار. احتجلك بعض.